اليوم باش نجاوبكم على اكثر اسئله تسالوا على الانستغرام. السؤال الاول، كيفاش نجم نقدم في البروغرام وشنو هي الدوكيومون لازم نجيبهم؟ سهل برشا، نجم تدخل على السيت ويب نتاع امديس والا تبعني على الباج فيسبوك نتاعنا باش تلقى غاديك اليان اللي يهزك لابليكاسيون اللي لازمك تهبطها تعمرها وتجيبها مع الدوكيومون اللي هما شهاده المرور المدرسي، مضمون الولاده نتاعك، الحاجه الثانيه هي الترانسكريبت اللي هما لي بوتان تاع كل قسم الاخرين الانوال، والحاجه اللي اهم اللي هي البري ابليكيشن اللي دو باج لازمك تعملهم، بلوس زوز صور ميزانيين كي تضحك. السؤال الثاني، اسكو لازمني نعمل ترادكسيون لي دوكيومون نتاعي؟ لي مش لازم تعمل ترادكسيون، كو سو سوا المضمون الولاده شهاده الحضور والا لي بوتان نتاعك تنجم تحطهم اون فرونسي والا بالعربي نقبلوه. كيسيون ثالثه، على مر نحن نعرفوا لي ليس بروغرام هي اوبورتونيتي لي زاليف اللي يقراو بروميير ولا دوزيام اني اللي عمرهم اونتخ 15 و 17 عام. من الاسئله اللي يجيونا، عمري 17 سنه ونقرا ثوازيام، نجم نجيرك ولا؟ مالوغوزمون ما تنجمش على خاطر شي العمر لازم يتوافق مع الكلاس اللي تقرا فيها، كان كي تجي ثوازيام اني ما تنجمش تشارك. سؤال اخر ينجم يجينا زادا اللي هو عمري 14 عام ونقرا بروميير اني، مازال ما عملتش 15 عام، تنجم تشارك على خاطر وقت اللي يبداو ريكروتمون انت اوتوماتيكمون باش تعمل لي 15 عام نتاعك. كيسيون رابعة، وين نجم نحط الدوموند نتاعي؟ ساهل برشا، نجم تجينا في أميديس تونس، أميديس مستيل وإلى أميديس سوسة. بالنسبة لزليب اللي بعاد برشا نجم يبعثوا بالغابيد بوست، ولكن لازم تخلي عندك كوبي تبعثنا الأوريجينال بيان سور وتخلي كوبي عندك باش نجم تجيك نوتيفيكاسيون. كيسيون خامسة، كيفاش نعرف روحي تقبل وشنو هما لي تيست اللي باش نعديهم؟ بالنسبة لي تيست كل شيء باش يكون اون أونجلي، فما ليكري، فما لورال، فما لانترفيو انديفيدويل، فما ليزاكتيفيتي أون جروب. بالنسبه لكيفاش باش تعرف روحك تقبل، ساهل برشا، تفقد تليفونك على خاطر باش نبعثولك اس ام اس فيه اللي انت تقبلت والا ما تقبلتش، بيان سور نبعثولك على نمروك وعلى نمرو واحد من لي بارون تاعك. السؤال السادس، اسكو كي باش نمشي لامريكا باش نخسر عام ولا كي باش نرجع لهنا باش نقرا في ليسيا؟ اي باش ترجع لهنا وتقرا في ليسيك، ما نحبوش احنا نقولوها خساره عام خاطر باش تربح برشا حاجات في العام هذاك. مي بيسكو نحنا عندنا كونفونسيون مع المينيستير دوكاسيون يعملولك تأجيل ترسيم وترجع تقرا في الليسي نتاعك، دونك إذا أنت بيلوت ترجع البيلوت، إذا أنت في الليسي عادي في الريجيون نتاعك ترجع الليسي نتاعك مفما حتى مشكلة. هذوما كانوا أكثر أسئلة تسألوا على ليس بروجرام، كان عندكم أسئلة أخرين تنجمو تحطوهم لنا في كومنتير، سينو أنا نشجعكم باش تبدا الأبليكاسيون نتاعكم كان مازلتو مبديتوش على خاطر ديدلاين كيما تعرفوا هو 25 أكتوبر. Good luck!